السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنتكلم على أول بطولة شطرنج في العالم. طبعا في الواقع ما كانتش تعتبر يعني أول، دي تعتبر أول بطولة رسمية معترف بيها في العالم، ولكن كان في قبلها، كان في قبلها، يعني ما أقدرش أقول لك إن هي دي قبل أو قبل البطولة دي ما كانش فيه لعبة أو ما كانش فيه حاجة، لا كان في قبلها وكان في حد بطل قوي جدا 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 اسمه بول مورفي، تمام. ولكن بول مورفي نبقى نخصص له حلقة لوحده، لأنه هو حد مش شوية وأدوار وحكاية، ولو انت عايز تبقى لعيب هجومي في الشطرنج محتاج ان انت تبص على أدوار بول مورفي. ولو انت شفت فيلم كوين جامبت اعتقد ان هي اتكلمت عليه في الفيلم، يعني هو كان نفسها ان بول مورفي يقابل كابابلانكا وهم اعظم اتنين لعيبة في التاريخ. ولكن اللي النهاردة هنتكلم عليه بعد ما بطل بول مورفي اللعب، ظهر لنا حد كان يعني نقدر نقول مش قوي بس كان يعني وخد بطولة العالم فترة طويلة، اللي هو شتاينتز. هيلعب النهاردة او هنشوف مع بعض اول بطولة حصلت في العالم وايه قصتها والدنيا بتاعتها ماشي ازاي. طيب البطولة العالم كانت سنة 1886، اللي لعب فيها او اللي خد البطولة ويليام شتاينتز، تمام. طيب خلينا كده نقول البطولة وايه هي الدنيا بتاعتها والادوار بتاعتها النازلة كاملة في نفس الفيديو، ما عليك ان انت ممكن تتفرج على الادوار وتشوفها. باي ذا واي برضو ادوار ساينتز من ادوار اللي هتخليك يعني حد هجومي، يعني انت يعني بطولة العالم سوري حد دفاعي كويس، فدي تعتبر من البطولات اللي يعني تقدر تقول عليها من البطولات القوية قوي. طب تعال نشوف ايه القصة بتاعتها او ايه التفاصيل بتاعة بطولة العالم ديت. بطولة العالم 1886 هي اول بطولة رسمية في الشطرنج. مين اللي لعب فيها؟ ويليام شتاينتز وجوهانس زوكير تور. انا زمان كنت بطاو زكرتوت، ولكن هو جوهانس زوكير تور واتنافسوا على اللقب. قبلها كان زوكير تور فاز على شتاينتز في بطولة لندن سنة 1883، يعني قبلها بثلاث سنين. كان هما بيعتبروا اللي هو اللي فاز على بطولة لندن ده هو اعلى لعيب في العالم. اتعملت في المسابقة اتعملت في امريكا. اول خمس ادوار منهم اتلعبوا في نيويورك، وبعدين تاني خمس ادوار اتلعبوا في سانت لويس، والباقي اتلعبوا في نيورا ويلز. قالوا يعني او كانت شروط المسابقة ان اللي يفوز بعشر ادوار يبقى هو اللي فايز ببطولة العالم. ويليام شتاينتز ده اللي فاز، كان سنه ساعتها 49 سنة. زوكير تور او جوهانس زوكير تور كان سنه 43 سنة. النتيجة بتاعت المسابقة كانت 10-5 لصالح شتاينتز. لعبوا 20 دور، اتعادلوا 5 دور. دي الدنيا بتاعتها. طيب لو حصل يعني او ظروف المسابقة، طبعا دي تعتبر الاولى، غير كده يعني مثلا انت النهاردة لو اللعيبة تعادلوا بيظل بطل العالم هو بطل العالم، لكن كانت ظروف البطولة دي اذا كانت تعادل فلا يعتبر اي من اللاعبين بطل العالم. طبعا النتيجة كانت جامدة لصالح شتاينتز 5-10، دي تعتبر
نتيجة جامدة، ودي محتاجة ان احنا نبص عليها، لان هي تعتبر حاجة من الحاجات اللي هي يعني فعلا كويسة يعني، او حاجة يعني او حاجة من المباريات او حاجة من الحاجات الكويسة جدا. طيب الاول شاينتس فاز اول دور، وبعدين زوكرتور فاز تاني دور وفاز تالت دور وفاز رابع دور وفاز خمس دور. يعني في الاول لو تبص كده للنتيجة تجد ان في مصيبة، ان كان في اول خمس جولات شتاينتز خسران او جايب واحد من خمسة، وزكرتور جايب اربعة من خمسة. بعدها في الجولة الستة شتاينتز فاز دور، بعدين في السبعة شتاينتز فاز دور كمان، فاصبحوا ثلاثة قصاد خمسة. بعد كده اتعادلوا، بعد كده فاز دور تاني شتاينتز، بعد كده اتعادلوا فاز دور تالت شتاينتز، اللي فاز دور رابع شتاينتز، زكرتور فاز الجولة رقم 12. بقت النتيجة في الجولة رقم 12 بقى هو جايب خمسة وبقى شتاينتز جايب خمسة، فكانت خمسة خمسة في الجولة رقم 12. 13 فاز في الجولة رقم 13، 14 اتعادلوا، 15 اتعادلوا، 16 كسب شتاينتز، 17 اتعادلوا، 18 كسب شتاينتز، و19 كسب شتاينتز، و20 كسب شتاينتز. يعني شتاينتز كان أداؤه في آخر الجولة أفضل من أول الجولة. عايزين نشوف الأدوار مع بعض ونشوف الدنيا بتاعتهم. ويليام شتاينتز هو أصله نمساوي، هو أول بطل العالم للعالم، فاز بالبطولة دي. كان أسلوبه دفاعي وقدر يتغلب على جميع الأساليب الهجومية المعروفة، وقعد يدافع على لقبه لمدة 25 سنة اللي كسبه لاسكر سنة 1894، واللي اتحدى تاني برضو لاسكر كسبه تاني، واللي مات من الزعل ساعتها من هزيمته من لاسكر، اللي احنا عاملين المجموعة الكاملة لاسكر عليه. جوهانس زيكرتور اللي هو المتحدي لقب العالم، هو استاذ شطرنج بولندي، يعتبر افضل او من افضل لعيبة في التاريخ. خسر بطولة العالم الأولانية أمام شتاينتز، وكذلك خسر في البطولة اللي بعدها، ودي تعد يعني من بطولات العالم أو تعد متعدش هي إيه اللي بعدها دي رسمية. شوف بقى الأدوار مع بعض ونبدأ مع بعض، وبشكركم كتير جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مع بعض الأدوار.